احنا وصلنا فقط سيرة وتر، وعلى طار الوتر بالتأكيد لا يخفى علينا أو لا يمكن أن يغيب يعني عن حديثنا في أهل أبي العرفج الاستذكار فقيد الوطن الفنان الكبير أبو بكر سالم رحمه الله. وأنا عارف أنه يعني في جعبتك شيء الكثير الحديث حول هذا الرجل العظيم رحمه الله، لكن قبل ما تبدأ خلينا أنا وياك والمشاهدين نشوف مقطع من قصيدة لكريم العراقي أيام مرض أبو بكر، وكأنه حكى شيء في دواخله، خلينا نتابعها مع بعض. أنت الهيبة والباشا، وأنت سيد الشاشة، وأنت عمدة الجلاس، وأنت عالقلب حاكم، أنت أبو بكر سالم. سلاما يا أستاذ الكل، تبقى الأصل والمنبع، تعودنا على صوتك لا نرتوي ولا نشبع. مرة نطير لهفة وشوك، ومرة عيوننا تدمع. مرة نطير لهفة وشوك، ومرة عيوننا تدمع. إذا غرت كنار الحب يصحى كل قلب نايم، وانت أبو بكر سالم. انت الهيبة والباشا، وانت الملك عالشاشة، وانت عمدة الجلاس، وانت عالقلب حاتم، انت ابو بكر سالم. امير الكلمة والاحساس والحكمة، كارزماك كارزمة، دمعة معانقة بسمة، على تاريخ كم من جيل اطبعت يا شيخنا بصمة. ومن يسعد قلوب الناس لو فنان لو عالم، تحية لقلبك الشفاف، تحية لقلبك الباسم، انت عمدة الجلاس، وانت على القلب حاكم. ويكفي اقول انت ابو بكر سالم. رحم الله الفنان كبير أبو بكر سالم واسكنه فسيح جناته. اليوم كنا أنا وياك في 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 مراسم العزاء، وشفنا الحقيقة مدى حب الناس له،